استطاعت المواطنة أشواق الأنصارية التغلب على ظروفها القاسية والنهوض أيضا من جديد بعدما قادتها الصدفة لدخول عالم الطبخ من أوسع أبوابها، حيث اجتازت اختبارات القبول في أحد أكبر الفنادق العالمية بالدمام لتصبح أول شيف سعودية تمارس هذه المهنة بصفة رسمية. الحديث حول هذا الموضوع بشكل أوسع تنضم معي من الدمام الطاهية العالمية أشواق الأنصاري. أستاذ أشواق مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. وجودكم معنا الله يسعدكم. في البداية مجهود، تكلمين عن مجهود بالسهل الوصول إلى كونك، هل من السهل الوصول إلى كونك أول شيف سعودية تعمل في فندق عالمي وبصفة رسمية، وكيف وصلت أشواق إلى هذا المكان؟ والله في البداية سبحان الله كانت يعني حبي وشغفي للطبخ، وكان أهلي يدعموني في حكاية إنك لا كوني في حكاية الطبخ هذه. بعد كده شاركت في الأسرة المنتجة والمعارض والمهرجانات، وسبحان الله جاءت تاحت لي فرصة الدخول الفندق الوظيفي، فعلى أساس إنه يعني الطبخ السعودي يبرز بأجود أنواع، يعني السائح الأجنبي بيجي يبغى يعني يتذوق بالأكل السعودي، ما يبغى الأكلات اللي هي من خارج البلد، فهذه هي اللي أعطاني فرصة كويسة الحمد لله إني أدخل في مهنة الشيف الحمد لله. هل مهنة الشيف تعتبر، أنت تشوفينها تعتبر مهنة رسمية فعلا ممكن الفتاة تعتمد عليها كدخل لحياتها؟ أكيد أكيد، بالعكس إن هذه مهنة جدا رائعة، لأنها هي بتحط كل فنها ونفسها، يعني لا تنسى هذا النفس اللي بيمرز، يعني يبرز هذا الشيء بشكل واضح. بالعكس يعني الحين في كليات، أستاذ أشواق في كليات الآن تدرس الطبخ وتدرس هذه كفن أيضا من الفنون، أنا بسألك هنا هل فعلا أنه هذه ممكن تصير كدخل للبنات؟ والله بالعكس أيوه أكيد بيكون دخل ليهم، يعني هذه المعاهد لو اعتمدت يعني فيكون إقبال شديد ليهم ويتمنوها يعني كأي بنت أو شاب في هذه، لأنه حتى مو بس البنات حتى الشباب يتمنوا، في ناس ليهم هواية للطبخ ونفسهم جدا رائع. وقابلنا العديد من الشيف سواء شباب أو بنات، بس خلنا نتكلم على الدخل، يعني كم متوسط الدخل اللي ممكن يكون للشيف إذا فعلا درس وعمل ودخل في المطابخ العالمية وأصبح رسمي مثل حضرتك؟ والله سبحان الله الدخل بيكون عالي، ويقدر يعني وكل بين فترة وفترة يعلى، يعني هي زي المستويات، يعني سبحان الله تبدأ بفترة بسيطة وتطلع، يعني كل ما صار لك شيء يعني بيرتفع الدخل بيرتفع، فالدخل أحسه مع الأيام مع يعني